اهلا ولا زملكاوي؟ مين انا؟ لا انا. لا 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 انتقدني زي ما انت عايز. بيزمزقوا شويه من ابراهيم نور الدين. طيب انا عارف ان هو في سؤال كلاسيكي ابراهيم نور الدين بيتساله في كل البرامج. اهلا ولا زملكاوي؟ لا مين انا؟ لا انا. لا 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 انا اعدي النقطه دي لان انا بصراحه مش حاسس ان جمهور الناديين بس الاهلي شويه بيزمزقوا شويه من ابراهيم نور الدين. لا لا الحمد لله الاثنين يعني الكفه الحمد لله متعادله ومن فضل ربنا ان الاهلي كسب ماتش والزمالك كسب ماتش في الماتشين اللي كملتهم يعني عشان خاطر حتى النتائج توضح ان انا مش مع حد ضد حد الحمد لله. هو انت هيفرق معاك ان الجماهير تحبك يا كابتن؟ لا تحترمني ما يفرقش معايا ان انت تحبني لكن يفرق معايا ان انت تحترمني يعني ما تصنفنيش انتقدني زي ما انت عايز لكن ما تصنفنيش يعني يفرق معايا ان انت تحترمني لكن تحبني دي حاجه بتاعت ربنا لكن تحترمني انا اللي بجبرك على ذلك وانت مجبر ان انت تحترمني عشان خاطر انا محترم معاك.